عندنا ايضا ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عمل برنامج بدني واستشفائي خاص للرباعي الدولي وليد ازارو وعلي معلول وجيرالدو والو ديانج بعد انضمامهم لبعثه الفريق في غينيا الاستوائيه. وطبعا انتظموا في التدريبات الجماعيه للفريق النهارده بعد عودتهم من المشاركه الدوليه مع منتخبات بلادهم. وفايلر عايز يحط برنامج عشان يلحق النجوم دي تلحق مع النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه.